بغيتوا تعرفوا شنو قال زهركم اليوم؟ ايوا اجيو معايا ونبداو من عندك يا برج الجوزاء. مهنيا تفوقك في العمل غيزعج بعض الزملاء لكنه غيفرح البعض الاخر، وهذا طبيعي ملي تكون في دائره الضوء والشهره. عاطفيا محاولات مساعده الشريك يجب ان تتواصل حتى النهايه ولا تستسلم للعراقيل مهما كانت الظروف. صحيا خصص للعائله بعض الوقت واستمتع بصحتك عندما تكون هادئا. ومشي عندك يا برج الثور. مهنيا غتكون الظروف كلها في مصلحتك في الايام المقبله. عاطفيا حاول ان تكون منصفا مع الشريك. صحيا حاول ترفيع على النفس ديالك قدر المستطاع. ومشي عندك يا برج الحمل. مهنيا تساعدك الظروف على الاستعداد جيدا وتوسيع البحث لتقدم في النهايه عملا ناجحا. عاطفيا غتعيش قصه عاطفيه وغتمتع باوقاتك. صحيا استهلاك الادويه والمنومات والمهدئات او المسكنات المختلفه والتدخين غتشكل خطر على صحتك. برج الاسد. مهنيا غتجتاز مرحله دقيقه من الاختبارات. عاطفيا مهمه صعبه لاقناع الشريك بالسير معك حتى النهايه. صحيا تتمتع بصحة قوية لكنك تعمل بجد، لذا قد تتعرض للتشنجات العضلية والعصبية. ونمشي عندك يا برج سرطان. فمهنيا قرارات مصيرية حازمة غتلقى نفسك مضطرا الى اتخاذها في ظروف صعبة. عاطفيا علاقة قديمة قد تعود الى الواجهة بعد فراغ ملحوظ. صحيا يجب التنبه للعيون والقلب لان الفترة ملائمة للالتهابات التي قد تسبب مضاعفات. برج الميزان. عمليا عليك ان تكون حذرا. عاطفيا ضع حد للضغط الذي يواجهك مع الحبيب. وصحيا محاولة التخطيط للمستقبل غيوقع الصحة ديالك في اضطراب. برج العذراء. مهنيا عليك ان تتنبه لمصاريفك هذا اليوم، وخصوصا ان اي خسارة من شأنها ان تزيد الامور تعقيدا. عاطفيا الجرأة في القرارات الحاسمة مطلوبة لكن التسرع مرفوض. صحيا تتمتع حتى اليوم بقدرة كبيرة على مواجهة التحديات، وهذا يساعدك على الوقوف بثبات. ونمشي عندك يا برج الجدي. فمهنيا تعمل على مشروع فني او ابداعي ابتداء من اليوم، او يتحدث حتى اليوم عن شراكة في العمل تحصد بنتيجتها ارباحا كبيرة. عاطفيا تعيش حنينا الى الماضي وتجد حولك من يعود الى الوراء. صحيا حزم الامتعة ديالك وانطلق في رحلة تخييم في احدى المناطق الجبلية بعيدا عن هموم العمل والحياة. ونمشي عندك يا برج القوس. مهنيا كن صبورا جدا في التعامل مع الاخرين. عاطفيا يفضل ان تأتي المعالجات هادئة ومنطقية لكي يتم دراستها بهدوء والتخلص من النتائج السلبية. صحيا تجنب قدر الامكان الناس السلبيين واصحاب نيات سيئة او من يؤثرون في نفسيتك سلبا. ومشي عندك يا برج العقرب. مهنيا تختلف في وجهات نظرك مع زملاء العمل، لكن حاول ان تسوي الامور بلطف وحكمة قبل ان تصل الاخبار الى ارباب العمل. عاطفيا ما ترهقش الحبيب افكارك الغريبة والمثيرة للجدل التي لا تنتهي، وحاول ان تكون واقعيا قدر الامكان. صحيا تقوم بعدة اعمال في وقت واحد ما يصيبك بالارهاق وبتوتر الاعصاب. امشي عندك يا برج الحوت. مهنيا ستعطي الاتصالات والصفقات التجارية نتائج مرضية جدا، فتبدو سعيدا وفرحا وتحصد ثمر ما زرعته. عاطفيا بعد العقبات تقف عائقا في طريقك مع الحبيب. صحيا يمكنك التغلب على تشنجات بإشاعات جو من الفرح في محيطك. ومشي عندك يا برج الدلو. مهنيا انت شخص كفؤ ويحالفك الحظ فلا داعي الى القلق. عاطفيا ترافقك الظروف السهلة التي تسمح لك بالتفاهم والانسجام مع الحبيب. صحيا لا تدع اصحاب النفوس الصغيرة يستفزون عصبيتك.